حالة حزن كبيرة بيعيشها الوسط الرياضي النهاردة بعد إعلان وفاة لاعب من اللاعبين المتميزين جدا خلقا وأداء، كابتن أحمد رفعت ألف رحمة ونور لروحه. حصل له تدهور حاد في حالته الصحية واتنقل للمستشفى عشان ما يكملش شهر بعد أزمة قلبية حصلت له خلال ماتش مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري. طبعا اسمحوا لي ان انا اوجه العزاء لاسره الكابتن احمد رفعت اللاعب المتميز. خلينا نقول ان الاعمار دي بايد ربنا وحده. فكره ان الكابتن احمد رفعت الله يرحمه اصيب او من 3 4 اشهر وقع في الملعب وتقريبا كان خلاص، يعني كون ان هو رجع مرة تانية لمدة 11 يوم فقط بعد ما قعد فترة طويلة في المستشفى. هو قعد شهر في المستشفى، في هو المستشفى تعب في شهر ونص مارس وبعدين قعد شهر وخرج خرج 11 بقى يوم كويس، خد 11 يوم. وبعدين بعد كده توقف أنا اللي أنا عضلة عايزة القلب أقوله بشكل مفاجئ. إن ده ربنا، يعني ده قدر الله ما شاء فعل، لكن ال 11 يوم في حياة كابتن أحمد رفعت والحتت اللي هو راح فيها في الفترة دي تقول إن يمكن رحمة ربنا كبيرة جدا. أولا والدته فكرة إن هو يشوفها وتقعد معاه وتطمن عليه، فيمكن الرحمة بيها خلاه ربنا يديله ال 11 يوم دول. فكره ان هو يروح يزور كل زمايله في نادي الزمالك برضه رحمه، او انهم ياخدوا وقت يودعوا بعض. فكره ان هو لو كنتوا متخيلين انه الله يرحمه كان فعلا توفى على ارض الملعب اثناء الماتش كانت تبقى قاسيه جدا للعيبه، كبيره قاسيه جدا. ففكره ان ربنا برضه رحيم لما بيدينا ابتلاء بيدينا جنبه شوية رحمة علشان نعرف نستحمل الألم بتاع فراق الكابتن أحمد رفعت. بقى لله لكل مجتمع الكورة ولكل حبايبه وللنادي بتاعه مودرن فيوتشر، أو مودرن هم سموها، غيروا اسم مودرن سبورت، مودرن سبورت. والبقاء لله وألف رحمة ونور وتعازينا لأسرته لأن دول أهم ناس. خالص التعازي وألف رحمة ونور لروحه لأسرته وللوسط الرياضي. من أيام كان آخر لقاء تلفزيوني ظهر فيه أحمد بعد العلاج واتكلم عن فكرة الموت وإن اللي بيعيش هو سيرة الإنسان، وقال بالنص أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ما يبقاش موجود، مش هيبقى غير إنك بني آدم كويس. صح. ازاي بتتعامل، ازاي بتأدي الحاجات المطلوبة منك، وما تكونش شخص مؤذي. وارد في اي وقت اي حد ما يبقاش موجود. حصلت وانا في الملعب وانا بجري، مش حادثة مش مشكلة. اكتر حاجة بتفضل هي السيرة واللي انت بتعمله في حياتك. ده كان بصيرة كبيرة وكان كأنه كلمات وداع وكأنه رسالة بيقولها لنا جميعا جدا، كتير جدا محتاجين نسمع هذا الكلام. ويمكن في جملة قالها عليها علامات استفهام كبيرة، قال كان بيتمارس عليا ضغط نفسي من مسؤول في الرياضة هو السبب في اللي حصل معايا. التساؤلات بقى هنا، مين الشخص ده؟ والسؤال هل هندور ونحقق ونعرف الحكايه واصل الموضوع، ولا هتعدي كان شيئا لم هقول يكن؟ هقول لك على حاجه، انت ليكي حق في الـ في الـ في الـ في انك تقولي كمان ده، بس انا وجهه نظري لقد يعني رحل كابتن احمد، ويمكن دي تساؤلات كبيره جدا لو فتحنا فيها مش هنعرف نوصل لحل، لان صاحب الشيء توفى. واعتقد احنا مش محتاجين نرمي اللوم على حاجه بقدر ما احنا محتاجين ان احنا ندي مساحه للاسره ان ونحترم الفجيعه اللي هم فيها. ايوه بس مين ناخد فينا من هنخش؟ ايوه بس ناخد من القصه دي من عبره، لان مين المسؤول ان انا باخد لقاءات بدنيه شاقه في اول يوم في شهر رمضان رغم تحذيرات الاطباء؟ هل انتوا بتكشفوا على اللعيبه كشف كامل وكل فتره، كل 3 شهور كل 6 شهور عشان تشوفوا القلب بالذات اخباره ايه؟ لان في مجهود كبير بيتعمل عليه. مين مسؤول عن مواعيد وتلاحم وضغط المباريات اللي ادت بحياه
لاعب في عز شبابه، دي كلها اسئله. كمان في سؤال مهم جدا يا سوير، حد قاله، حد مهم يعني، استاذ سامي، ماجد سامي. ماجد سامي، انا يعني معجبه بطريقه تفكيره. انا مش بقول خدوا قرار ما تاخدوش قرار، لكن هو ساب حاجه مفتوحه. كان فكره ان احنا اللعيبه دول بيلعبوا في 7 و8. 7 و8 دول انا بجد من اصعب الشهور، يعني احنا ابتدينا من 6 صعب، 7 و8 حر حر بزياده. الناس اللي قاعده في بيوتها لغايه الساعه 6 او 7، ولما بينزلوا 7 يا دوبك بيتحركوا زي كانهم روبوتات. ما بالك بقى لا ده لاعب مفروض ان هو لو عنده ماتش في نفس اليوم ده بيبقى من الصبح في النادي ومن الصبح مع الفريق وبيغير وجاريه في الملعب. ففكره برضو ان 7 و8 ماتشات بتتلعب في عز الحر خطر جدا على صحه لاعبينا، مهما كنا فت وكل حاجه، لا في جو ما ينفعش نجري فيه، ما ينفعش نبذل فيه مجهود، بيحصل حاجات غير طبيعيه. اللي كمان السوير كانت بتقوله فكره الكشف الطبي، انت قصدك تقولي صح؟ اه طبعا، متابعه طبيه طول الوقت على القلب تحديدا، وعلى الدكاتره يقولوا ايه الحاجات المهمه اللي المفروض تتابع. يمكن على ذكر استاذ ماجد سامي، هو مالك نادي وادي دجله، هو طالب بان اليوم السادس اللي مات فيه من شهر يوليو يبقى يوم تاريخي علشان خاطر احمد رفعت وجميع اللاعبين، وقال انه رد الفعل هو تاجيل مباراه ناديه القادمه. وقال كمان بلاش شهر يوليو واغسطس زي ما قالت مفيده، وقال اتمنى هو فكره حلوه بس احنا ما نقدرش نقرر طبعا لان في اتحاد، لكن هو منطلق تفكير صح لازم يتاخد في الحسبان. ليه؟ لان ارواح لاعبينا مهمه جدا، وفعلا في اوقات اللعيبة دي ممكن يبقى فيه مرض مثلا وراثي، ممكن مناعي او وراثي او نتيجه مجهود او نتيجه شد. انتوا محتاجين تعملوا تشيك اب على لعيبينا دول، فلازم طبعا مش اقل من اي حد في العالم، ومن مش اقل من اي لاعبين في العالم. هقول بس نقطتين قالهم ماجد سامي. مات رفعت من مضاعفات ما حدث له في مارس، فماذا فعلنا في الأشهر الأربع اللي مرت به من غير ما نحاول إنقاذه أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث للاعب عشان ما يحصلش لغيره. قال كمان أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق اسم أحمد رفعت على دوري هذا الموسم وإنهائه اليوم. يعني هو بيطالب بإلغاء الدوري وإن احنا نكتفي بهذا القدر وما نعملش أي احتفالات ولا أي شيء، ونطلق على هذا الدوري دوري كابتن أحمد رفعت. في نقطة مهمة جدا عشان بس نقطع الإشاعات في مكانها، التطعيم ليس له علاقة بوفاة اللاعب أحمد رفعت، عشان ما نبتديش الطعم من احنا كلنا طعمنا، ولكن في قضاء وقدر، والقلب ده حاجة مش في ايد اي حد ومحدش عارف اي حاجة، لكن بلاش ننجر للإشاعات بقى، لا ده تطعيم، لا ده مش عارفة ايه، لا ده حد حط له حاجة، لا مفيش ده. الله يرحمه، ألف رحمة ونور لروحه.